قصص عربية. الفيل والنملة. هذه قصة عن فيل ونملة. كان هناك فيلا يعيش في الغابة، وكان شديد الفخر بحجمه الضخم، وعادة ما يسبب المشاكل للحيوانات الأخرى ويسخر منهم. وفي يوم بينما كان يسير في الغابة، رأى ببغاء واقفا فوق شجرة. يا هذا، ماذا دهاك؟ ألم تراني قادما؟ أنا أقوى حيوان في الغابة، هيا عليك أن تنحني أمامي. ماذا؟ لا يمكن. ماذا؟ أترفض؟ أحمق، إذن سأعلمك أن تحترمني. رفض الببغاء أن ينحني للفيل الذي خلع الشجرة كلها وأخذ يهزها، فلم يستطع الببغاء أن يجلس عليها وطار بعيدا. هيا طر، رأيت الآن ما يمكنني فعله؟ أنتم جميعا ضعفاء أمامي. صار الفيل المختال بعيدا، وذهب إلى النهر كعادته لشرب الماء. وبجوار النهر كانت هناك نملة تعيش في تلة نمل صغيرة. اعتادت النملة أن تجمع الطعام لمنزلها كل يوم، واعتاد الفيل أن يضايقها، ولم يختلف الحال اليوم. فبينما كان الفيل يشرب الماء، رأى النملة في طريقها. يا صغيرة، لمن هذا الطعام؟ هذا الطعام لمنزلي، فالمطر سيبدأ وعلي أن أجمع الطعام. كذا. سحب الفيل ماء من النهر بخرطومه الضخم ورشه فوق النملة، فأفسد الماء طعامها وابتلت تماما. يا فيل، اضحك كما شئت، سألقنك درسا يوما ما. لقد خفت منك أيتها النملة الصغيرة، ابتعدي من هنا، يمكنني أن أدهسك بقدمي. هيا اذهبي. غضبت النملة من الفيل وغروره الشديد، وقررت أن تلقنه درسا في أقرب وقت. لابد أن أفعل شيئا، فهو يضايق الجميع. وفي اليوم التالي، وبينما كانت في طريقها لجمع الطعام، رأت الفيل نائما، فجاءت لها فكرة، وصارت بهدوء بجانب الفيل وتسللت داخل خرطومه، وأخذت تعضه من داخل الخرطوم، واستمرت في ذلك حتى استيقظ الفيل وهو يصرخ من الألم. هذا مؤلم، من بالداخل؟ اخرج من هنا، لا أتحمل هذا. سمعته النملة وهو يصرخ، ولكن استمرت في عضه، فازداد ألم الفيل وبدأ في البكاء. فليساعدني أحد، أرجوكم، من بالداخل؟ أخرج. سمعت النملة بكاء الفيل وخرجت من خرطومه. ذهل الفيل عندما رأى النملة الضئيلة، وخاف أن تعضه مرة أخرى، حتى أنه انهار وبدأ يعتذر لها. سامحيني أرجوك. أدرك الفيل غلطته ورحل عن المكان، ولم يحاول أن يضايق أحدا مرة أخرى. أرأيت الآن؟ حجمك لا يهم، ولا تتفاخر بقوتك، بل استخدمها لتساعد الآخرين. يا صغار، نتعلم من ذلك أننا جميعا لدينا قدرات. تذكروا دائما أن حتى النملة الصغيرة يمكنها أن تفعل ما لا يفعله حيوان ضخم كالفيل. تماما، لقد فهمنا. لقد رأيتك تضايق سالي حتى بعد أن أخبرتك هي أنها تخاف من الماء. أنا آسف، لن أفعل ما يضايقها مرة أخرى، بل بالعكس
سأساعدها لتواجه خوفها. ممتاز، ولهذا أنا فخورة بكما.